أهلا بكم. راديو منزل تميم كابيتال دو كابون، الدكتور رمزي العلني. Yes, I did it. اليوم 31 جانفيي 2019، La plaque est finalement collée à mon mur. Menzel Dr. Ramzi Al-Alani, expert en coaching. مختص في الصحة النفسية، متخرج من كلية الصيدلة وكلية الطب 2009. كرياتور دو فارما اسيستونس، وحدة اليقظة وتقييم المخاطر والتنسيق. Yes, I did it. Oui, j'ai cassé la boîte. Mais pourquoi pas être un coach pour les jeunes? Mais c'est possible et j'ai toutes les indicateurs, tous les certificats, tous les moyens pour ceci. اليوم مشيت لدار الثقافة البحر منزل تميم، ولقيت المسؤول هناك واعطاني لي زافيش نتاع الأنشطة التي سيقومون بها. أعطاني الأنشطة الثقافية التي سيقومون بها في ملتقى الشباب، ملتقى الطفولة. إني أشجع على النشاط الثقافي. العلمي والنشاط الثقافي. إني أريد شعبا مثقفا متعلما متكونا، أريد شعبا عظيما. La science، العلم، ولو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. وأنا تمسكت بالعلوم الطبية والعلوم الصيدلية والعلوم النفسية، لا بسيكاتري، لا بسيكولوجي، لا بسيكاناليز، لا بسيكوثيرابي. وصلت إلى نتيجة بعد عمر 44 عاما. وصلت أنني قادرا أن أفيد الجمع والمجموعة. نعم، بإمكاني أن أفيد الجمع والمجموعة. لذلك أنا أسجل سي فيديو لكي أستحثكم وأشجعكم. لا تيأسوا، لا حياة مع اليأس. الطاقة الإيجابية فجروها في كل إنسان، طاقة إيجابية عظيمة. فجروا تلك الطاقة الإيجابية وتمكنوا من صنع المعجزات. إن العمر قصير، نعم إن العمر قصير جدا. نعيشه مرة واحدة، يجب أن نعيشه في المحبة والخير والسلام والسلم والتعاون. أحب بعضكم يا بشر، يا أبنائي، يا بناتي، يا إخواني، يا أعزائي. حب بعضنا، يلزمنا نحب بعضنا نحو النور. ما يكفي لشخص من المحبة يكفي لألف. المحبة هي طاقة عظيمة جدا، محبة النور والخير والاستعداد للغد المشرق. اليوم رزقني الله
ببنتين جميلتين أرعاهم. إن شاء الله ربي قدرني باش نكون في المستوى المطلوب باش نكبرهم ونعلمهم ونقريهم طريق النجاح التي اتصلت بها بعد 34 عاما، بعد 44 عاما، بعد 24 عاما، بعد 14، بعد 10، بعد عمر بحاله. أريدكم أن تفكروا، الدنيا حروف وأرقام، حروفا وأرقاما ليس إلا. أنا بالأمس اعتذرت لأم لأنها استاءت من تصرف قمت به، وهو مشكلة الدور في الصف في الصيدلية. فهمتها أنني مسؤول عن الصيدلية وأنني يجب أن أنظم الصف حتى ما تاكلش بعضها والناس الكل تولي فوضى. قالت هي فوضى. لا، ليست فوضى، ليست فوضى يا مدام، نحترم بعضنا، كل واحد يشد الصف وياخذ الطريق متاعه لأخذ الدواء. الأخلاق الرفيعة والخلق الرفيع. تعلموا يا أبنائي أن الحياة رائعة. شنو هي المشكلة كي تخسر دقيقتين وأنت في الصف في الانتظار لتناول دوائك؟ لا تسرعوا، كل حاجة تجي في وقتها، كل حاجة مسطرة على الجبين تأتي في وقتها. اليوم yes I did it. Enfin, le 31 janvier, تمت العملية وعلقتها ما بونكارت. نعم، أنا مدرب في التنمية البشرية باستحقاق، واليوم خدماتي مجانية. نعم، خدماتي مجانية بالمجان لأبنائي. أنا عضو بالهلال الأحمر التونسي بالمجان بالتطوعي. أنا عضو قائد بالكشافة التونسية بالمجان بالتطوعي. أنا أحب التطوع، العمل التطوعي لإنقاذ البشر. أنا عضو بميدسان سون فرونتيير بالمجان بالتطوعي. هذا يعطي قيمة إضافية إيجابية لوجودي في هذا الكون السعيد، الكون المشرق. يصير العالم رائعا، وتصير الرؤية للحياة رؤية إيجابية مثمرة وجميلة. تصير الحياة متعة، نزهة، رائقة. قالت لي دكتورتي طبيبتي مون بسيكياتر: يا رمزي خاف على روحك. قلت لها: أجل دكتورتي، ولكنك يا صديقتي أنا تعلمت لبسيكاتري قبل أن تولدي أنت، من عام 1987 وأنا في عالم لبسيكاتري. يعني أنا عندي 31 سنة بسيكاتري. شكرا شكرا شكرا، وإلى لقاء قريب، الدكتور رمزي العناني. شكراً.